راعي إنسانية الآخرين. هل مررت يوما من عند عامل نظافة آسيوي ولم تسلم عليه؟ هل مررت يوما من عند رجل ذو هيئة محترمة من بلادك ولم تسلم عليه؟ أيهما أكثر؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه إذ مرت جنازة يهودي فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغرب الصحابة حوله وقالوا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليست نفسا؟ يا للروعة، لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أسطورة من أساطير التاريخ ونادرة لن تتكرر أبدا. هل من طبيعتك أن تصرخ أمام شخص ما دونك؟ في العمل إن كنت مسؤولا، أو في المدرسة إن كنت مدرسا، أو حتى أخ صغير مع إخوانك. من النقاط الجميلة التي تعلمتها أن أفرق بين الفعل والفاعل، بين الإنسان وسلوكه. وإذا أردت أن تعاقب فعاقب السلوك لا الذات، وإذا أردت أن تغضب على أحد فبسبب سلوكه لا ذاته. عندما دخل كعب ابن مالك على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تخلف عن غزوة تبوك، تبسم له النبي صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب، لأنه كان يعلم أن كعب ابن مالك هو صحابي جليل بذاته، إلا أنه أخطأ كسلوك محدد في فترة محددة. راعي إنسانية الآخرين أيا كانت، استعمل ألفاظ الذوق والاحترام مع الكل، الصغير والكبير، من بلدك ومن غير بلدك. كن انفتاحيا حتى مع غير المسلمين، واحتفظ بخصوصيتك. فكلمات مثل: لو سمحت، أشكرك، هذا من ذوقك، عن إذنك، لو تكرمت، وغيرها تكسبك ود الآخرين. ومن اللطيف أن أقول لك أن من أكثر الشعوب التي تأنس بكلماتهم عندما تكون في ضيافتهم، حسب رأيي طبعا، هم أهل الشام، وذلك بسبب لطافة كلماتهم وحسن منطقهم. تذكر، كن لبقا واسمو بنفسك.